نحن لدينا مشروع لتحرير موصل خطة متكاملة بالتعاون فيما بيننا بين البشمركة الموجودة هنا قوات أمنية عراقية المحليين من المتطوعين من السكان نستطيع أن نحرر الموصل بالطبع مع مساعدة دولية بالتحالف الدولي مساعدة مهمة من الجو اللي هي مهمة تأهلنا لأن نقوم بهذا الدور بس كل المقاتلين على العراق هم مقاتلون عراقيون ضمن تخطيطنا للواقع بإمكاننا إن شاء الله نحرر الموصل في هذه السنة.